السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاجمت الصحفية بقناة ليكيب الفرنسية كارين غالي الناخب الوطني جمال بلماضي، ووصفت صحفية القناة الفرنسية بلماضي بالرجل الذي يكذب ويناقض نفسه بعد قرار استدعائه لنجم أولمبيك ليون الفرنسي حسام عوار. وقالت كارين غالي: أرادت الجزائر استدعاء عوار رغم أنها لم تكن ضمن خطط نجم أولمبيك ليون، فذلك خيار بلماضي. وأضافت ذات الصحفية: بلماضي ناقد وكذب نفسه لأنه قرر الاعتماد على لاعب لم يكن يضع منتخب بلده الأصلي كخيار أول. وتأتي هذه الهجمة الفرنسية بعد أن كشفت جريدة ليكيب وإعلان الجزائر الأصل ونجم ليون حسام عوار التحاقه رسميا بالمنتخب الوطني الجزائري. وفي سياق الحديث عن التحاق وفد جدد لكتيبة الخضر، أعلن كل من فير شعيبي مهاجم تولوز وجوان حجام الظهير الأيسر لنادي نانت في وقت سابق، وبدر ديمبو عناني اختيارهم اللعب رسميا مع الخضر. ويأتي هذا ضمن طورة التغييرات التي يقوم بها الناخب الوطني جمال بلماضي بعد قراره استبعاد بعض ركائز المنتخب حسب بعض المصادر الإعلامية من داخل المنتخب الوطني الجزائري. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.